عجبني قوي كمان حالة الدعم، يعني الناس ممكن تبقى مش مبسوطة من السكور بتاع المباراة، كانت نفسها في سكور يطمنها أكتر، وإحنا الحقيقة المستوى المردود اللي قدمناه في الماتش كان يسمح لنا إن إحنا نعمل الهيفي سكور على الرجا، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. لكن اللي عجبني أكتر إنه رغم الحزن على السكور ده أو الزعل من النتيجة بتاعة المباراة، إنه الجمهور ما بطلش دعم على مدار الأسبوع وعلى كل الصفحات، وكل ما بتقابل الأهلاوية كلهم ثقة وكلهم بيدعموا الفريق بشكل كبير جدا، واحنا كمان الحقيقه كان مهم جدا نسمع راي الناس وكمان نسمع رسالتهم لنجوم النادي الاهلي قبل ما يواجهوا الرجاء في دور ربع النهائي في بطوله دوري الابطال. فتعالوا نشوف كده ونتابع معاكم جماهير الاهلي قالت ايه، وايه هي الرساله اللي وجهتها لنجوم فريقهم قبل المواجهه المنتظره والمهمه. نشوف ونرجع لكابتن اشرف ممدوح مره ثانيه. انا بتمنى لهم ان هم يفرحوا كل جمهور الاهلي، لان انت عارف جمهور الاهلي يعني نفسه يفرح، لان هم عودونا على الفرح. الثبات الانفعالي هيفرق كتير، سيبنا بقى من الاعلام والصحافه، لان في ناس هوايتها ان هي تثير الفتن، فان شاء الله ربنا هيكرمهم ان شاء الله ويرجعوا منصورين زي ما عودونا. احنا بنشجع اللعيبه كلها في ظهرهم ونساندهم وان شاء الله يجيبوا لنا البطوله، بس هم يحتاجوا شويه تركيز ويخطفوا جون وان شاء الله نعدي من المرحله دي ونخش المرحله اللي بعدها ان شاء الله. احنا بنتمنى كده باذنك يا رب، يعني ان الاهلي يرجع منصور يعني زي ما عودنا يعني، والاهلي بتاع المواقف الصعبه. بنتمنى ان اللعيبه بكره يقدموا مستوى يليق باسم النادي الاهلي ويليق باسم مصر، وان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله. عندنا ثقه كبيره جدا جدا في رجالتنا ولاعيبتنا والجهاز بتاعنا، ان شاء الله نرجع منصورين مجبورين الخاطر باذن الله. اللعيبه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي رجاله، وفي المواقف الشديده بيظهر معادنها. الادوار النهائيه دي بتاعتنا مش يعني الحمد لله رب العالمين، بنلاقي في كبوه وبعد كده نلاقينا في طفره، ويعني بسم الله ما شاء الله، لا اللي جاي افضل باذن الله. ان شاء الله موفقين، هيرجعوا لنا موفقين، هم مؤسسه وفريق دايما متعاون وفريق ناجح والحمد لله، وفي كل الصفات اللي هي تؤهله، وعنده يعني كل الصفات اللي هي تؤهله ان هو الفوز ان شاء الله.